نعرف وأيضا وأسأل وأشرك معنا أستاذ ميشيل أبو نجم وأجدد الترحيب به معنا، ماذا يمكن أن يضيف هذا الاجتماع للمرة الثالثة من جديد في سياق هذه المساعي لرفع وتحفيز إعادة إحياء مفاوضات السلام؟ نعم، مساء الخير. بداية علينا نقول أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه بعد وصول الإدارة الأمريكية الجديدة للبيت الأبيض، وكما جاء في كلام ضيفك قبلي هناك تغيرات أساسية في السياسة الأمريكية، لكن علينا أن نعرف ما هي الرؤية الحقيقية لهذه السياسة. نحن نعرف اليوم الخطوط العامة، يعني أول من أمس عاد الناطق باسم الخارجية الأمريكية ليؤكد على أن واشنطن تريد حل الدولتين وأن هذا في مصلحة إسرائيل ومصلحة الفلسطينيين ومصلحة المنطقة، ولكن هذا لا يشكل سياسة، هذه مبادئ عامة. علينا أن ننظر كيف ستترجم بخطة ما. هذه ملاحظة أولى. الملاحظة الثانية بالنسبة للأوروبيين، يعني يتعين علينا أن نكون صريحين، لأنه لا يجوز أن نطلق الكلام جزافا وأن نؤمل الناس بأشياء لن تحصل. الموقف الأوروبي كما يقول الأوروبيون أنفسهم، وفرنسا هي الأكثر انخراطا في هذه المسألة، الأوروبيون يقولون لا يمكن أن نحل محل الأمريكيين في الدور الضروري من أجل التوصل إلى سلام. يمكن نحن أن نكون إلى جانب الأمريكيين وليس مكانهم. هذه ملاحظة بالغة الأهمية، ولكن هذا لا يعني أنه ليس هناك من دور الأوروبيين. الأوروبيون اليوم ومعهم الدولتان العربيتان مصر والأردن هم بصدد التحضير للبيئة الملائمة. لماذا؟ لأنه منذ فترة طويلة بالنظر للثورات العربية، بالنظر للحروب العربية كان في سوريا وليبيا والسودان وغير المشاكل والأزمة النووية مع إيران، غابت المسألة الفلسطينية عن الأجندة الدولية. اليوم أعتقد أن هذا الاجتماع الرابع من نوعه من شأنه يعيد طرح القضية الفلسطينية، النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على الأجندة الدبلوماسية والسياسية الدولية. وهذا أمر بالغ أهمية.